Hani والله طيب نمسحها يا جماعه. لاحظوا في عندي هول انماط input down drop editor ready button multiple choice reordering. هذا ما خصنا فيه نحن reordering، او ممكن يكون فيه استاذ مش عم بسمع. اسمعوا البسي ايرفونز ليه؟ المشكله من عندك، نحن سمعين عادي. استاذ صوتك كثير واضح. حلو هيك ليك ليك ما له شيء، راح سجله وابعث لكم اياه. المسابقه هون انماط الاسئله input سؤال دايركت هاي مثل هيدا. مثلا سؤال اول اكسرسايز 10 مللتر of an acid of molar concentration C equal 2 mol per liter is diluted 20 times. اول شيء كل المسابقة اللي بدنا نعملها بدنا نكون مجهز قدامك كل شيء، كالكوليتر لام كل شيء بدك يا مسودي على احسن ما يكون، ودفتر وورقة اذا بدك تكتب عليها. ماشي الحال؟ هيدا بتكتب الإجابة هون. مثلا V0 10 ملي والC0 2 مول dilute 20 times. Calculate the volume and the molar concentration of the diluted solution. نحن شو كنا نعمل هوني؟ ها؟ شو كنا نقول؟ كنا نقول upon dilution N 0 equal ND our number of mole of solute is conserved. N equal C times V. The factor of dilution equal to C0 over CD equal VD over V0. طالب مني مين؟ VD. VD equal F times V0. والCD equal C0 over F. منحط كل شيء بقيمته هلا. هون عندي يا قد ايه؟ 2 over 20 equal 0.1 مول لتر minus 1. هون عندي اياها اللي عندي اياها هون. ازو بقى ادرس اهلا. اداه معطيني في 0 10. معطيني في 0 10. ها؟ هيدا اسئله دايركت هو equal F 20 times 10 equal 200 مليليتر. هيدا اسئله دايركت. ماشي الحال؟ هيدا دايركت كويستشن. بيكون قدامك انت مسودي دغري بتطلعها، وشو بتعمل بعد منها؟ تعمل بتحل السؤال هون. ماشي الحال؟ يعطيك العافيه استاذ موسى. اهلا حبيبي استاذ سؤال. طيب فاذا اول سؤال عندي اياه دايركت كويستشن. شو عندي اياه؟ دايركت كويستشن 10 ملي وعندي السي زيرو. هيدا حط هيدا اول سؤال. ماشي الحال؟ ومتدربين عليه كثير. هلا بالنسبه للمسابقه انا راح ابعث لكم امتى تاريخها وشو هن المطلوبين بكل امتحان. ماشي الحال؟ فهمنا؟ ما في حدا راح يضيع. ايه فهمنا. طيب ثاني سؤال، ثاني سؤال كمان هيدا مثل يعني اسمه دروب داون، هيدا مع شوية شرح. Aluminum chloride AlCl3 is ionized in water according to the equation. ما عطيكم اياها. هيدا دايركت. The molar concentration of an ion. شو هن الان ايون؟ مش هن؟ صح؟ هلا قايل لك the molar concentration of the solution is. انا ما عطيكم هون تكبسوا على هاي بينزل لكم احتمالات. شو بينزل لكم؟ احتمالات. انا ما اعطيكم الاحتمالات هي هلا على الورقه وبحط الجواب. ايه شو ما اعطيك الاحتمالات انا؟ هلا ما اعطيك انا ما اعطيك الاحتمال. اول احتمال 0.25 0.5 0.75. ال سي ال 3 gives what? Al 3 plus plus 3Cl minus. نحن بنعرف C over 1 equal anion. هو هني الانايون صح؟ anions هني Cl minus over 3 cross multiplication
C equal Cl minus over 3. قد Cl minus ما تكون يا أنا 0.75 over 3 0.25. ساعتها بتحط هاي ما فيها أي شيء. صابي شيء صابي؟ هاي أستاذ لايكو المسابقة كتير كتير واقعية ما فيها تعجيز أبدا أبدا أبدا. ماشي الحال حبيبي؟ ماشي الحال؟ ما فيها أي شيء أستاذ ما فيها شيء صعب. والمسابقة دلوقت نجي أستاذ ايه حبيبي بكاي بأي دوس عنا الامتحان؟ لا لا هلا بعد هيدا عم بديكم سابقني هلا بعد عم بحكي حبيبي. قلت انا يمكن انت كنت سامع او وقت المسابقه بحدد لك الدروس المطلوبين وامتى تاريخ المسابقه. ماشي الحال؟ انا هون عم بعرض لك مسابقه نموذج. فهمت يا حبيبي؟ ايه ماشي الحال. هيدي نموذج. السؤال الثالث اللي هو اديتور هيدا بدك تشرح فيه. هيا هون بتكتب مفهوم. هون شو فيه؟ هون لك موجود عندك مثل هون. لاحظ ها هي للريمات تايب. هيدي كمان بتيجي تمشي على ورقة بس تفتحها هون تكبس على الكبسات بينزل لك لائحة وبينزل لك الخيارات اللي بدك تكتب فيهن انت. اوكي هلا شو بنعمل هلا؟ ليك قايل لك A solution S of sulfuric acid H2SO4 of density 1.2 percentage of mass 8 صح؟ قايل لك that density 1.2 ما عطيك density 1.2 gram per milliliter ما عطيك percentage 80%. كما معطيك المولار ماس equal 98 جرام بير مول. عندك H2SO4 بيقول لك show that. show that يعني متى بدك تشرح كيف طلعت C equal هيدي C. قد ما معطيك اياها C لاحظ حبيبي معطيك C 9.8 لازم تطلع عندك 9.8. ماشي الحال؟ بتحل انت كيف كنا نحن ناخدها؟ كنا ناخد شو كنا نقول نحن؟ ما كنا نقول percentage equal M solute over M total times 100 M equal N times M هاي وهاي ام توتال ايكوال دنسيتي تايمز في. صار عندي برسنتج ايكوال شو بيساوي ان تايمز ام اوفر دنسيتي تايمز في تايمز 100. انا بعرف مثل ما كنا ناخذ نحن ان اوفر في شو بيساوي ان اوفر في سي أيوة عفا equal C times شو capital M times 100 over density cross multiplication C equal D times percentage over 100 times M equal D equal 1.2 times 1000 مش إنما نحولها هيدي times 1000 لنحولها للجرام بير لتر تذكروها times 80 over 98 times 100 approximately equal 9.8. هي بتطلع 9.79. هذه شو راوندك شو بيطلع هاي مول بير لتر minus 1 بس يقول لك show that يعني بدك تشرح عادي مسابقة عادية يعني ماشي الحال كتير مسابقة عادية. هلا نجي للسؤال اللي بعده. هيا ليك سؤال بعده داونلود
تكبس هون، تكبس هون بينزل عندك السؤال، تقرأ بتكتب هون. ماشي، هيدا سؤال كبير، سؤال كبير يعني سؤال عادي. راح فرجيكم عليه أنا دقيقة بس. هيا هيا، هذا السؤال اللي أنا ما أعطيكم إياه، شايفينه؟ شايفينه؟ ها؟ لا يا أستاذ. ها؟ مبين عندي أستاذ. مبين؟ مبين عندك؟ أستاذ هالسؤال شو؟ السؤال الامتحان؟ هذا السؤال هو اللي بتعمل له داونلود. ماشي الحال حبيبي؟ ماشي؟ ماشي ماشي. مش قايل لك انت هون، لا مش قايل لك داونلود فايل؟ اوكي؟ هيدا السؤال تكبس هون دغري ببين عندك. فهمت علي؟ فهمت؟ وبتكتب هون. هيا لاحظ هالسؤال. انتو a beaker containing 80 مول بير لتر of diluted hydrochloric acid of molar concentration C. هيا we add 0.2 gram of iron fillings يعني filling solid at the end of the reaction. Iron 2 chloride of FeCl2 is formed and hydrogen gas H2 is liberated. معطيني given. Write the balanced equation of the reaction. لاحظ. هلا أول شيء Part 1. Part 1. Balanced equation. أنا أقول لك هون، أقول لكم شو هيدروجين HCl react with شو iron هو to give FeCl2 and hydrogen. ما مش مطلوب منك تحفظ شيء، مش أقول لكم هيك أنا؟ أقول لكم هيك ولا لا؟ اعمل بلس H1 2 هيدي 2H. صعب شيء؟ صعب؟ لا لا صعب. طيب البارت 2، البارت 2 شو بيقول؟ هيا بيقول لك number of mole of the acid and iron. معطيني السي والفي للاسيد، السي 0.5 والفي قدام اياها 50، ان ايكوال سي تايمز في. مظبوط. هيا بارت 2 for HCl n equal C times V equal 0.5 times 0.05 a day 25 mole n of Fe equal M over M equal 0.2 over 56. لا أضربها وطلعها. equal 0.00357 mole. صعب شيء هيدا؟ صعب؟ لا لا أبدا. Part 2، Part 3. ايه Part 3 شو بيقول لي Part 3؟ مسابقة كلها يعني دايركت ما فيها أي شيء تعقيد. صحيح أستاذ. Part 3
show that the reaction is not in stoichiometric ratio, indicate the limiting reactant. هيا شو بنقول؟ لنعمل stoichiometric ratio نطلع ratio by mole of HCl, ratio by mole of Fe. من الراتيو باي مول اتش سي ال ار اتش سي ال ايكوال ان اتش سي ال اوفر 2 نتيجه ال2 هيها صح ولا لا مظبوط كاستوكيومتري 0.0 25 over 2, 0.0125. Ratio by mole of 2 Fe. RFe equal NFe over 1. All are common in stoichiometry. 0.00357 over 2. Equal over 1. 0.00357. صح ولا لا؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب. سؤال بيقول هلا. هلا indicate the limiting reactant صح نجي هلا since RFE less than RHCl FE is the limiting قبل هون لازم حط since RHCl different from RFE the reaction to is not stoichiometric and stoichiometric صعب شيء صابي؟ لا كل شيء هو دايركت قلت لكم المسابقه مسابقه اختباريه بدي اختبر الاشياء الاساسيه فيكم هلا البارت اللي بعده اللي عنده اي شيء يا جماعه في يسالني تزين الامتحان بس بالقاعدات وكيف نستعملهم مش هيك ايه هلا نحن الامتحان الامتحان يعني بشكل انه كتير كتير حلو calculate the volume of the gas liberated at STP at STP هون لازم اعطيكم كمان M of HCl equal 36.5 gram per mole هلا بدي الفوليوم اوف شو اوف غاز نحن شو بنعمل مش الليميتنج اف اي مش اكوردنج تو اس ار بنستعمل نحن الليميتنج صح بل. صح انا اف اي اوفر 1 ايكوال انا اتش 2 اوفر 1 ها هلا شو بنقول عندي 2 اتش سي ال plus Fe gives Fe Cl2 plus H2 صار عندي according to SR N of Fe over 1 equal N of H2 over 1 implies that N of H2 equal N of Fe equal 0.00357 mol. طالب مني ال V N equal VH2
VH2 over شو؟ VM implies that VM equal to N times V sub. Times VM. Times 24. أنا هيدا given. صح؟ بيطلع عندي كذلك. ما في أي part مش مخدين. نجي بعد منا الماس اوف ذا اكسس. طالب مني شو هلا؟ الماس اوف ذا رياكتنت اكسس. اي من اكسس مش اتش سي ال؟ اكثر الاتش سي ال. اوكي. شو بيعمل هلا؟ اكوردنج تو اس ار كالكول هلا وي كالكوليت ذا ماس اوف ذا رياكتد اتش سي ال. استاذ. ايه حبيبي. اوكي طيب عندي 2HCl plus Fe gives FeCl2 plus H2. انتم مش ضروري كل بارت تكتب الايكويشن الا مره واحده لانه انا هون عم اشرحلكم اياها. اوكي ام HCl reacted over 1 equal n of Fe over 1 n HCl reacted equal n of Fe 0.00357 mol. شو بيساوي الان اكسس يا جماعه؟ ان انيشال ماينس ان رياكتد دان الاف بي 0.025 minus 0.00357 equal بيطلع عندي الجواب بطلع لكم اياها. يمكن 0.022 يا استاذ تقريبا 021 مول. m equal excess n times m 0.021 times a day 36.5 بيطلع عندي كذا جرام. صعب هذا السؤال؟ صعب؟ لا صعب. المسابقة يا جماعة على هيدا النسب. المسابقة على هيدا النسب. ماشي الحال حبيبي؟ ماشي الحال. هلا ليكو ممكن أنا أحيانا لقدام أعطيك صورة وأسألك أسئلة عليها لوقتها هيدي. أوكي كيف يعني صورة؟ مثلا لو افترضنا عندي لا لكم إياها فرجيكم إياها. الو ايه معك بس عم طلع صوره انا فريق على ماشي الحال طلع صوره مثلا هاي هيدي شو هي هاي مش ريدكشن بوتنشال فولت بل صح ممكن لك بيك اوت the couple of hydrogen هي الهيدروجين شفتها مظبوط ادال الى زيرو مثلا اوف زين هي بتحط الكابل شو الكابل الى زد ان 2 بلس اوفر زد ان الاي ايكوال قد ايه عندي اياها تذكروها هاي تذكروها مثلا ايه استاذ انا معطيك هيدا مثلا هي أنا بقول لك منا هيدي من هيدا السؤال ها مثلا بقول لك الـ E of H plus H2 بتطلعها شو بيساوي زيرو ليه؟ هونك مكتوب H plus 2H plus plus 2 إلكترون شوطاني H2 مثلا Zn
طاني زد ان 2 بلس بلس 2 الكترون. مثلا AU 3 بلس بلس 3 الكترون AU. انا بطلع وين هون؟ لاحظ حبيبي شو بعمل. هيا هيا من هاي من هون وين عندي انا زد ان 2 بلس اللي هي ده ماينس 0 بوينت. هاي شفتها كيف؟ شفتها؟ حط الرقم بس الايو هيدي الايو 1.5 بتقول انت هون ها بتقول هون اي زد ان 2 بلس زد ان ماينس 0.76 هيدا اي ايو 3 بلس ايو ايكوال 1.5. صعب شيء؟ صعب؟ أساس بس شو السؤال؟ أنا بقول لك pick up out the value of potential E. أنا شو بعمل؟ هيا عندك لك هيا تيجي لك حبيبي هذا الأكس هذا الأكس H plus H2 وين H plus H2 موجودة؟ وين؟ هيا شاهية؟ بتحط E H plus H2 equals 0 مثلا زد ان 2 بلس اي زد ان 2 بلس سلاش زد ان ايكوال هاي اي 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 يو 3 بلس من الجيفن صعب شيء اعطول من الجيفن يعني ايه جيفن جيفن صعب شيء لا سهلين اوكي بعدين هيدا رح نشغلها رح نشغلها الاسبوع الجاي كل شغلنا الاسبوع الجاي على هون ماشي الحال بالامتحان يعني ايه ايه مين عنده اي سؤال أمتى الامتحان؟ لا الامتحان منحدده بعدين. بعدين امتحان تجريبي يعني هلا الامتحان طبعا وهلا امتحانات شو يعني امتحانات سهلة كتير اتفقنا يا عيني خير مين عنده أي سؤال؟ كله واضح كله واضح شو المطلوب مننا للامتحان الجاي أي دروس؟ أقول لك لا للامتحان الجاي مطلوب منك انا راح ابعث لك اياهم كيميكال رياكشن والاكسيديشن ريدكشن اوكي هلا راح ابعث لكم انا بس هلا ليك بدي اخذ اسماء بس هيك منيح كثير بدي اعمل معلش بدي اعمل غياب هلا على السريع